علاش يا صاحبي الغدر والعاقل يثبت حويله، فماشي خير من الصبر واللي طعمات نيله. الحبيب اللي قصدني بالغدر، الحبيب اللي قصدني بالغدر، انا حي والرد وهنا النقفة. رزوقة تتذكروا كي تنايك تندي وناكلوا الشركة، رزوقة ما هناك ربتي على كل الشركة. 17 يوم هذيك. 17 يوم. هذيك اللي رجع فيها، هذيك اللي رجع فيها، اللي رجع فيها، اللي رجع فيها فانتا يدق في السوق يا ولي. 17 يوم هذوك. صحيح. نصر الدين، أنت معناتها تقول إنه الفيلم وثائقي تسجيلي، الكاميرا تصور في واقع كيف ما هو من غير حتى تدخل نتاع المخرج. ولكن في المونتاج ثم هو واقع، لكن ثم إعادة صياغة للواقع هذا عن طريق المونتاج. نحب نعرف نصر الدين وين بالضبط تدخل في الفيلم. هو حسب رأيي الحكاية القصة هي موجودة. كان أنا عملت حاجة هو انفضت عليها الغبار أكها، أما هي الحكاية موجودة. يعني كما في احكينا شويه قبل على علاقه مثلا الاسكيمو بالنحت، ماهمش كيما بقيت النحاتين. يقول لك الشكل هو موجود داخل الماده، داخل صخره في جبل، انا باش نحي الزايد اكهو عليه. هذا معناها حسب رايي المونتاج نتاع الشيء اللي صورته كان هذا هو كيفاش نحينا الغبار على القصة اللي موجودة. يعني القصة بالمضمون متاعها، بالعبرة متاعها، هي موجودة عندهم، هي قصتهم، هي موجودة. فقط زاد ثم حاجة أخرى، أنه ما نجموش نحكيه في فيلم واحد كل شيء، ما نجموش كل شيء. مثلا يعرفوا موجودين ثم عشرات الساعات مع كيتشا، ثم عشرات الساعات مع لطفي نيكا، فهمتني؟ اخترت انه توا على الاقل في الفيلم الاول هذا انه يكون القصه رزوقه وفانتا. العلاقه بينك وبين فانتا متشعبه برشا، معناتها فيها صديقه قويه، محبه، فيها زاد الشخص هذا يسخفك. أما اللي شخصياً شفته في الفيلم أنه كان ثم عقدة ذنب كبيرة أنت عايش معها في علاقة بفانتا، بما أنك أنت اللي علمته المخدرات وكل، كيفاش عشت معها علاقة الذنب هذه؟ هذيك هي علاقة الذنب اللي ما بيني وفانتا التو ما زلت مستحملها. هو ما كان يعرف حد شيء، وجي خلتنا نحن إنسان زوالي وبدأ يتعلم في المخدرات معايا. أنا خرجت من المخدرات وهو بقى واحد فيها، معناها هنا يلزمني نعمل مستحيل باش نخرج منها. الحكاية هذيك هلا غالب ما حبش يخرج منها. حاولت 5000 مرة، حاولت أنا، حاول نصرتين، حاولنا برشا ناس، اما هو ما حبش يخرج منها. ومازلت تو انا ذنب، تو مازال عندي ذنب في فانتا. تخاف لنهار تصير له حكايه وتكون انت السبب؟ انا السبب بشكل غير مباشر على الاقل. حتى بشكل مباشر انا السبب. الناس اللي موجودين معاهم احنا توا اللي هما موجودين في الفيلم هما الناس الغير مرغوب اصلا بالاعتراف في بوجودهم. الناس هذيا حتى لما تدعي مثلا وسائل الاعلام سواء الرسميه او غيرها انها تتكلم مثلا على الفقر او على الحيف الاجتماعي، يرفضوا انهم يهبطوا حتى للقاع هذا. بالنسبة لهم مثلا أقصى ما ينجموا يتكلموا فيه عمال عرضيين أو معطلين عن العمل.
انا يظهر لي معناتها كيف نحكيه على فانتا ورزوقة هما اقل برشا من مرتبه عمال عرضيين مثلا او عمال مناوله او اصحاب شهائد معطلين عن العمل. اي شنو معناتها كي نتكلموا على الطبقه هذه شنو ديريكت نجريو المصطلح حتى ثم ناس حتى ما تعرفش معناها معناه قد يقول لك لامبن بروليتاري هكا معناها سهله معناها باش ما نتعبوش معناها في مناطق اللي تقريبا الدوله غايبه وغير موجوده مثلا هاو هنا ثم مثلا ثم مسرح هنا مثلا المكتبة عمومية في حي هلال هاو الناقة عندها ثماش فارماسي في حي هلال مثلا ثم علم في حي هلال ثماش علم أصلا يعني الدولة ثماش مركز شرطة ولا نحو مظاهرة صعيد مركز شرطة مثلا هذايا قليل الناس اللي انتبهوا له سواء في توا معناها في الحاضر او في مراحل تاريخيه قديمه. رسلتونا فركتوا عليه. معناتها بشيله باش يسامح باش جبت عليه بسعادة. هرب الاول انا في الحبس. هرب الاول جبت عليه الموسى كيفاش. اليوم معناها نجموا نخرجوا ونتمردوا على السينما بين ظفرين الرسمين. السينما اللي بالضروره متحصله على دعم من الدوله. الدولة عندها شروط حتى تسند لك منحة باش تنجم تعمل فيلم. اليوم إمكانية إنك تكون متمرد وتتملح معناها من زادة من المنح الأجنبية وشروطها وباش تكون حر وباش تنجم تقلب الطاولة على البلاط معناتها الثقافة الرسمية. معناها كي تقول تونس تقول الجبة وتقول الشاشية وتقول المالوف. لا اليوم ما معناتها راهو هي اليوم لا الأفلام زادة اللي كانت تحب تصور جزء من المدينة العربية هنا في المدينة العربية هاو الناس هذوما تولدوا احنا في البلاصة اللي تولدوا فيها هما تولد فيها حاتم تولد فيها كيتشا تولد فيها رزوقة تولدوا وتربيوا هنا مع بعض هي هذه تركينة أخرى من المدينة العربية ورزوقة كيف عملت هذه؟ تمام كستوي يعني يظهر لي اليوم خاصة مع الجيل الجديد هذا النجم ونحكي حكاية أخرى مزعجة وما نكونوش في دور شهرزاد باش تحكي لشهريار حكاية شهرزاد تحكي لشهريار حكاية باش يجيه النوم تنجم اليوم شهرزاد في السينما تحكي له حكاية تزعجه وتهرب له النوم من عينيه وتقلقه وتطلع له الدم الراسه رزوق العنيف اللي في الفيلم اللي شفناه يضرب ويعنف لفظيا وجسديا وقتش يضعف من الضعف يعمل هكذا من الضعف راهو اي انسان عمره ما يتولد انسان كيفاش نفسرها لك معناها نحس بالوجيعة نعطي وجيعة اللهم إنسان متخلف يحس بوجيعة يعطي وجيعة ولا يرد في بلاصتها وجيعة هنا ساعة على ساعة نحس بروحي متخلف في برشا خاطر رد الفعل مانيش عارف هذي أنا وش في حياتي جربته وقررته معناها إنسان يحس بوجيعة يعطي وجيعة ماذا بينا وهذاك علاش هلكنا نحن جماعة السوبيتكس وجماعة اللي تتخدر واحد خاطر نحسوا بوجيعة نستحملوها ناخذوها في رواحنا وما نردوش الفعل ولا ما نعملوش حاجة ما نقفوش
ونقولوا عليه صارت لي الحكايه هذه وش بها صارت لي الحكايه هذه و... نتمنى 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 اي انسان يستعمل في حياته يقف حتى العشرين دقيقة قبل ما يعمل أي حاجة ويحسب من واحد حتى العشرين يتكيف سيجار وكان نزم يقول عليهش باش نعمل الحكاية هذه. التعامل مع الشخصيات مع الميجا مع رزوقة مع فانتا نتصور كان صعيب بالنسبة لك لأنه الشخصيات هذه عندها منظومتها القيمية الخاصة وعندها العالم اللي تعيش فيه اللي هو خارج عن نجمو نحكو على بطولة خارج القانون أصلا معناتها في الفيلم هذا. كيفاش نصر الدين نجم يتعامل مع الشخصيات هذه بغض النظر على منطق الصداقة اللي جمعتكم؟ هو ثم مراحل. أولا قديش أنت مستعد تعطي وقت رأس مالك في فيلم تسجيلي من نوع هذا والشيء المكلف هو الوقت والصبر. معناها احنا عدينا مدة طويلة ساعة باش ولينا أصدقاء بالحق. هذه الحاجة الأولى. ثانيا الحاجة اللي مريحة انه الناس هذوما منفتحين أكثر من احنا محافظين واحنا ندعي انه احنا تقدميين وحديثيين لكن هم تجاوزونا معناها بعقود تجاوزونا بعقود ما عندهمش اشكال معناها خاصة الاشكاليات الاخلاقوية مثلا. هذا هنا الناس الكل قابلة بعضها كما هي حتى حد ما يتدخل في 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 لغة. في وسط الفيلم كيفاش كانت علاقتك بالكاميرا؟ ما انت حسيت هكا في مراحل معينة من التصوير انك مثلا شديت روحك في حاجات خطر ثم كاميرا تصور؟ ما نتذكرش. نحن ما اعتبرناش لي فما كاميرا وما اعتبرناش لي فما نصر الدين. نصر الدين اعتبرناه كان نصر الدين قاعد معنا ماهوش كاميرا خاطر قاعد معنا كصاحبنا اكثر منه اقل منه لا. ونحن اللي قلنا له يا خويا كان لي تصوير لي باش تصوروا صوروا لي باش نحيي نحييه انت وامورك انت واش تقدر تصور صور عايش معنا معناها كصاحبنا يسكر معنا يرقد معنا الظروف كل يعرف معناها ما حسيناش بالكاميرا ما بشديت روحي انا العمري ما شديت روحي ظهر لي فما حاجات صارت اكثر مني شديت روحي فيها. فيش يشبهوا لي انا ما مثلا نقول لك اكثر حد يشبه لي له رزوقه له كيتشا له فانتا يمكن الناجا اكثر واحد يشبه لي احنا ننتمي لنفس الفضاء اللي هو الأحياء المطلة على السبخة مثلا. أنا من الزهروني ولعبت وكورت في السبخة واصطدنا الزغلال اصطدت الزغلال يا معلم بعد تكبر تولي تعمل ساقي تولي جران ورحمة بابا الزغلال هذيك هي تولي جران وكسك عملت كسكروت بالسيرو بتاع الكحة سيرو الحلو بتاع الكحة لا شرب السيرو لا شرب السيرو يعني الكل شيخ بشي شيخ الكل ننتمي لنفس الفضاء لنفس الأحياء.